أحداث وتفاصيل إضرام النار التي راح ضحيتها العشرات من الناس، والفاعل مفاجأة صادمة. لا تنسوا أعزائنا دعمنا بالاشتراك في قناة الحدث ستوريز وتفعيل الجرس كي تتوصلوا بالمزيد من القضايا والجرائم المثيرة والغامضة. كما لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب تشجيعا لنا على الاستمرار وفرجة ممتعة. قبل 3 أعوام في ليلة صادفت 25 من أبريل، انتهم حريق مهول دوار ابن الشافي الواقع بأطراف مدينة صفر المغربية. كانت تسكن الدوار في بلاريك نحو 200 أسرة. فاجأت النيران السكان وهم نيام، عم رعب شديد وعلى صراخ الأطفال وعويل النساء، بينما مضى الشباب والرجال يجلبون الماء في محاولة لتطويق النيران التي كانت تزحف بألسنتها مسرعة بين دروب الحي الصفيحي. ورغم إسراع رجال الإطفاء في التوجه إلى ابن الشافي، ورغم تسخير كل الوسائل والاستعانة بالوقاية المدنية في فاس ومكناس، فإن تطويق النيران اقتضى جهدا مسترسلا على مدى 8 ساعات. وعندما انحصر اللهب مخلفا وراءه أعمدة من الدخان، ارتسم مشهد مأساوي، مشهد بلون الفحم. الأكواخ التي كانت منتصبة حتى منتصف الليلة الماضية صارت أشلاء خشبية وقطعا من الزنج المتفحم. في مكان غير بعيد عن الدوار تجمع الذين كتبت لهم النجاة في هذا الجحيم الذي زحف على دوار ابن الشافي. كانت الحصيلة ثقيلة، 10 من القتلى والمصابين. صباح اليوم التالي وكان الوقت ضحى، بدأت عملية نبش أنقاض الدوار بحثا عن جثة قد تكون حبيسة الرماد. هرعت السلطات المحلية إلى المكان وجندت كل ما لديها من طاقات لتقديم المساعدة للمنكوبين. حضرت الشرطة، فقد أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس بفتح تحقيق جنائي ضد مجهول لمعرفة أسباب الحريق. انتشر المحققون في الدوار، وكان العميد عبد الرحيم بن العباس رئيس المنطقة الأمنية بصفرو يشرف على هذه العملية التي جند لها كل العناصر التابعة لمصلحته. لم يكن العدد المتوافر من الرجال يكفي للمهمة، ولذلك أسند الوكيل العام مهمة البحث للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس. لما انتصف اليوم أو كاد، توصل الباحثون إلى تحديد النقطة التي انطلق منها الحريق الذي محى دوار ابن الشافي بالكامل. وقد تسنى لهم ذلك تأسيسا على إفادة أحد الناجين الذي قال إن الحريق كان في براكة مهجورة منذ ما يقرب من شهر. عند التوجه للمكان اكتشف الباحثون قنينة غاز وموقدا، وكانت قنينة الغاز مفتوحة ولم يكن في البراكة أي أثاث. وهنا أتت شهادة أخرى ذات أهمية من أحد سكان الدوار، وقال إنه كان قادما من معمل النسيج حيث يشتغل، وكان الحريق وقتها في بدايته ولم يكن قد انتشر بعد في أرجاء الدوار، وأنه التقى في تلك اللحظات بالرجل الذي كان يسكن بالبراكة المهجورة. قال إنه رآه وهو يغادر الدوار مسرعا على دراجته النارية الحمراء. كانت مصالح وزارة السكنة والتعمير
قد أحصت سكان الدوار بغرض ترحيلهم في إطار برنامج يروم القضاء على المدن الصفيحية، وقد اعتمد المحققون على تلك اللائحة لتحديد هوية ساكن البراكة المهجورة. كان اسمه المعطي حمدان، من مواليد مدينة صفرو، متزوج وأب لثلاثة أطفال. تفحص الباحثون الملف الذي قدمه المعطي حمدان لمصالح السكنى والتعمير، واطلعوا على سجلات الحالة المدنية، وعلموا أنه متزوج من سيدة تدعى عائشة البرجي. لم يتمكن المحققون يومين بعد الحريق المهول من الوصول إلى المعطي حمدان، وفي نسخة عقد الزواج التي عثر عليها في أرشيف مصلحة الحالة المدنية جاء أن عائشة البرجي كانت تسكن عند إبرام عقد الزواج في زنقة سيدي مسعود بالمنزل 12 في مدينة صفرو. انتقل مفتش الشرطة إلى ذلك العنوان، ولكنه لم يجد أي من أقارب المرأة، ومع ذلك فإن تنقله لم يذهب سدى، فقد علم من جيران قدامى أن زوج عائشة البرجي ميكانيكي متخصص في الآليات الثقيلة، تلك التي تستعملها مقاولات البناء ومد الطرق. كان التحقيق يمضي بخطى دون السرعة المطلوبة، وكان المحققون تحت ضغط شديد من رؤسائهم الذين بدورهم يواجهون ضغط الرأي العام. بدأت تتناسل الشائعات حول إبرام النار بدوار ابن الشافي. باشرت السلطات المحلية الإعداد لتنظيف موقع دوار ابن الشافي، إذ يخشى من أن تتحول الأنقاض وما قد تخفيه من أشلاء إلى مرتع للكلاب الضالة والقوارب. كانت الجماعة تهم بإدراج تلك العملية ضمن العمليات التي يتعين على مصالح البلدية أن تعجل بالقيام بها. في تلك الأثناء دخلت على الخط الشركة التي تملك الأرض التي كان بها دوار ابن الشافي، ولعلها المرة الأولى التي سمع فيها بعض سكان الدوار بأن الأرض التي أقاموا عليها براريك لسنوات تعود ملكيتها إلى شركة عقارية خاصة. تقدم متصرف الشركة واسمه عادل المنطور بعرض إلى رئاسة الجماعة، عرض أن تسخر شركته ما لديها من آليات لتنظيف موقع دوار ابن الشافي، وبقدر ما أن العرض فرصة للجماعة لتخفيف الأعباء المالية التي يتطلبها القيام بذلك، بقدر ما كان العرض مثيرا للدهشة والتساؤل. تناهى للمحققين موضوع هذا العرض، وبعد التحقق من هوية المتصرف عادل المنطور تبين أن الشركة تعاني من متاعب مالية، وهو ما دفع إلى البحث عن السر الكامن وراء هذا السخاء الحاتمي الذي تبديه شركة هي في أمس الحاجة للإنقاذ والمساعدة. كان المهندس البلدي بصفرو ضمن أعضاء الفريق الموكولة إليهم مهمة المتابعة الميدانية، وقد لاحظ مهندسا كان يقوم بعملية مسح للموقع. علم المحققون أنه مهندس معماري يعمل بحساب الشركة مالكة العقار الذي كان يشغله دوار ابن الشافي، وأنه كان يبحث عن العلامات التي يفترض أن تكون مصالح المسح التوبوغرافي العقارية قد وضعتها لضبط حدود ذلك الملك العقاري. طبيعي أن يتم استدعاء هذا المهندس، وتم الاستماع إليه، وقال إن الشركة العقارية أوكلت إليه إعداد ملف تنوي تقديمه لدى الدوائر المختصة بغرض الحصول على ترخيص لبناء مجموعة من العمارات السكنية. تبين الآن سر المبادرة التي قامت بها الشركة،
بل اتضح أنها مستعجلة للحصول على إذن البناء. لم يكن لدى المحققين ما يتيح التدخل ومنع الشركة العقارية من تسخير آلياتها للتنظيف، ولكن تحركاتها ظلت تحت المراقبة، وظل المحققون حاضرين في الموقع. تعطلت إحدى الجرافات بالصدفة، وكان بالقرب منها مفتش شرطة. كان السائق يتحدث في الهاتف وطلب ميكانيكيا. لما وصل ولم يتأخر لم يتمكن من إصلاح الجرافة. هاتف السائق الشركة من جديد، وسمعه المفتش يحتج ويطالب بإرسال المعطي. تذكر المفتش أن المعطي حمدان هو ساكن البراكة المهجورة من حيث انطلق الحريق. لم تكن التحريات قد تمكنت بعد من توفير ما يثبت أن حريق دوار ابن الشافي كان عملا إجراميا. اتصل المفتش برئيسه وأبلغه بأن المعطي حمدان صاحب البراكة المهجورة التي كانت منطلق الحريق يعمل ميكانيكيا لدى الشركة العقارية. تم تكليف العميد عبد الرحيم بن العباس باستكمال البحث في هذا المسلك. توجه إلى مقر الشركة العقارية حيث حصل على عنوان المعطي حمدان. كان الرجل يسكن رفقة أفراد عائلته في شقة بعمارة حديثة البناء في حي السعادة الشعبي. لم يكن في البيت، وعلم العميد بن العباس من زوجته أنه لم يأتي منذ عدة أيام ولأسباب تجهلها. طلب العميد من المرأة رقم هاتفها. كان قد فكر في السعي إلى الحصول على إذن قضائي للتصنت على مكالماتها، علّه يرصد اتصالا من زوجها يمكن من تحديد مكانه، وفي النهاية تسنى له ذلك. تم استدعاء متصرف الشركة وثبتت صفته القانونية، وكان عليه أن يجيب عن سؤال حول علاقته بالمعطي حمدان. رد بأنه من مستخدمي الشركة. تم الاستماع إليه وأقفل المحضر. أثناء التصنت على المكالمات التي تتوصل بها زوجة المعطي، رصد اتصال هاتفي من هذا الأخير، وقد أخبرته زوجته بأن الشرطة تبحث عنه. لم يتسنى تحديد مكانه، وكان قد تواعد مع زوجته على اللقاء في مكان لم يعرفه المحققون. بعد ساعات طرق الباحثون باب شقة عائلة المعطي حمدان. كانت الزوجة هناك وأبدت تعاونا. قالت إنها قابلت زوجها وأنه كان على حافة الجنون. اعترف لها بأنه من أضرم النار في دوار ابن الشافي، وأنه يريد أن يسلم نفسه ولكنه يخشى أن يتعرض لسوء المعاملة. طمأن العميد عبد الرحيم بن العباس المرأة، وتم تحديد موعد يسلم فيه المعطي حمدان نفسه. بعد سويعات كان الرجل يعترف بأنه أشعل النار في براكته المهجورة بتحريض من عادل المنطور متصرف الشركة. وبينما كان المعطي يدلي باعترافاته المفصلة، كان ضابط شرطة يطلع في المحافظة العقارية على ملف الشقة التي تملكها المعطي. علم أنه دفع ثمنها نقدا، ولكنه علم أيضا أنها مرهونة لفائدة عادل المنطور. لما استدعي هذا الأخير مرة أخرى إلى مفوضية الشرطة حاول المراوغة، غير أنه لم يكن أمامه من سبيل لإنكار صلته الوثيقة بالمعطي حمدان. لقد أقرضه ثمن الشقة، وكان هذا هو الثمن الذي قبضه المعطي لإحراق دوار ابن الشافي وإزهاق أرواح عشرات من الأبرياء.
وضع الرجلان رهن الاعتقال، وتم تقديمهما أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس لمتابعتهما بتهمة إضرام النار عمدا بما نتج عنه موت وجرح. وكانت هذه نهاية المأساة التي راح ضحيتها العديد من الأطفال والنساء والرجال، وكل هذا كان طمعا في بقعة أرض أرادت تلك الشركة العقارية أن تستفيد من عوائدها، ولم تفكر ولو للحظة في تلك العائلات المعدومة التي كانت تعتبرها مسكنا لهم يقيهم قسوة الحياة وظروف العيش.